كلهم المركز العام والاصلاح وغيرهم، المركز العام تحديدا ديل مدحوا الترابي لما مات، لما الشعبيين كبروا مدحوا معاهم جمعيه حزبي، جمعيه مركز عام انصار سنه اصلاح صافيه، كلهم دخل فيه بعدكم دخل فيه الجماعه دي، عرفتها؟ مدحوا الترابي لما الشعبيين المبتدعه اعداء رسول الله، قال قالوا الرسول، قال قالوا عيسى ما نازل، قال قالوا كلام الرسول كذب، قال قالوا عذاب القبر ما في، مدحوا لهم الترابي لما كبروا الشعبيين، ده انصار السنه. الدكاتره ديل قاعدين لا ينكر احد. ياسر محمد من جماعة أنصار السنة متحدثا في عزاء الدكتور الترابي. الحمد لله القائل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا القائد الفذ، وأقولها قائدا فذا ومميزا وظاهرة فريدة أحسبها لا تتكرر كثيرا. أقول له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الإعلان بدين الله سبحانه وتعالى على منابر لم يعتاد الناس أن يذكروا اسم الله عليها. الله أكبر الله أكبر. أخذ الله سبحانه وتعالى الدكتور في هذا الظرف الحرج ليرى الله سبحانه وتعالى أيتحمل الناس بعد ذلك المسؤولية أم لا؟ شفت الكلام ده كيف؟ هذا ناس مجارمة يا شيخ، ناس مبتدعة، الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة ديل تحديدا، والله مبتدعة، والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا، أخوان مسلمين الناس ديل. عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب، تبا له حيثما وجد. وأصوا ما بنخليهم أبدا إن شاء الله تعالى. ومحل ما نمشي الحمد لله بيهربوا وبيخافوا، محل ما نمشي بفضل الله، محل ما نمشي يزوغوا زيهم زي اي صوفي بيزوق. وسيغه دي موجوده مدفقه، شواويل، شنط قاعده في البيت، كله ما بنخاف من اي احد ورب السماء، لانه دي ادله، عرفت كلامي؟ ولا لما تسالني بقول لك انت مالك وماله، كويس كويس، كعب بقول لك كعب في وشه طوال. يا ناس ده ما ديني يا ناس، دين ده واضح، تركتكم قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. واضح الدين ده واضح، لكن اي زول دارين له كرشه بسبب الدعوه دي، ده ما بقدم له دعوه ولا بقدم له دين. جزاكم الله خير، بارك الله. وصيه القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.